وفي ذات السياق، وبعد الحملة على بحيرات الأسماك لمنع التجاوز على مياه النهر، تسعى وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه والتصحر وخاصة في الأراضي الصالحة للزراعة. وباشرت مديرية الموارد المائية بالمحافظة أعمال التأهيل بمشروع سيفون الذي انهار قبل عدة سنوات، بهدف تمرير مياه الأمطار من المرحلة الثالثة إلى الرابعة ضمن امتداد مشروع ري كركوك، وسيغذي قرابة 160 ألف دونم في قضاء أمرلي وناحية سليمان بيك والقرى التابعة لهما وناحيتي كفري وجبارة بمحافظة ديالى، ضمن خطط استراتيجية تطلقها وزارة الموارد بعموم محافظات العراق. أشارت إلى توجيهات معالي الوزير وزير الموارد المائية ومتابعة مدير عام تشغيل مشاريع حوض نهر دجلة. تقوم مديرية الموارد المائية وبدارة المهندس المقيم المشكلة من ضمن المديرية بمتابعة وإشراف تنفيذ أعمال منشأ السيفون المنهار والذي تم انهياره قبل عدة سنوات بسبب سيول الأمطار، والمعالجة للغاية منها إمرار مياه الأمطار من المرحلة الثالثة للمشروع إلى المرحلة الرابعة ضمن امتداد مشروع ري كركو. وتقوم وحتى تم تكليف شركة الفاو التابعة لإحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية المباشرة بالعمل، وتمت المباشرة بتاريخ 2/2 من هذه السنة. العمل يتكون من عدة فقرات: أعمال الملائيات الترابية بحدود 400 ألف متر مكعب، وأعمال الكونكريت المسلح بحدود 3300 متر مكعب، وأعمال التكسي الحجري، وأعمال صب طبقات البي آر سي الكونكريت لأعمال حماية أعمال الدفن. الغاية من المشروع إمرار المياه لأراضي زراعية بحدود 160 ألف دونم بالمرحلة الرابعة، 80 ألف دونم منها داخل الخدمة يتم إرواءها من هذه المياه، و80 ألف دونم هي من ضمن المشاريع المستقبلية والتي تخدم أراضي الزراعية لقضاء أمرلي وناحية سليمان بيك والقرى التابعة لها، وجزء من أراضي ناحية كفري وناحية جبارة ضمن محافظة ديالى.